بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتكلم اليوم إن شاء الله عن موضوع في غاية الأهمية في الجاسترو-انتستينال باثولوجي وفي أمراض الجهاز الهضمي، وبالتحديد في الأمعاء أو الانتستين. وموضوعنا هو intestinal obstruction. intestinal obstruction، ما هو intestinal obstruction؟ intestinal معوي، obstruction انسداد، يعني الانسداد او الاعتراض المعوي. كيف انسداد او اعتراض معوي؟ هل هذا يعني انه في الامعاء سيكون في مجسم او شيء يعترض مرور الطعام اثناء عملية الامتصاص في الامعاء؟ ابدا، ولكن تحدث تغيرات طارئة ميكانيكية في البنية التركيبية للأمعاء، مما يؤدي إلى انسداد معوي. هنتكلم عن أربع تغيرات mechanical obstructions، أربع تغيرات اعتراضية ميكانيكية تحدث في الأمعاء. أولها الهيرنيا أو الفتاق أو الفتق. ثانيا volvulus أو الالتواء، الالتواء المعوي. ثالثا intussusception أو الانغلاف أو الانغماد المعوي. وأخيرا نتكلم عن الادهيجنز أو الالتصاقات. هيرنيا الفتق أو الفتاق المعوي. هنتكلم أيضا عن the volvulus. volvulus هي الالتواء المعوي، و intussusception أو الانغماد أو الانغلاف المعوي، وأخيرا adhesions الالتصاق المعوي. وأخيرا وليس آخرا، الخامسة هنتكلم عنها في الآخر، ألا وهي Hirschsprung disease أو مرض Hirschsprung، وهو مرض خلقي وليس خلقي. خلقي يعني الأخلاق، هو مرض خلقي يعني في الخلقة، في التكوين الجنيني تحدث مشكلة في التخلق أو التكوين الجنيني، هنتكلم عنها في النهاية إن شاء الله. فإذا موضوعنا اليوم هو أربعة مشاكل ميكانيكية في الانتستين والأمعاء تؤدي إلى الانسداد المعوي، الذي إذا لم يعالج بتدخل طبي سريع سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة قد تتسبب في وفاة المريض لا سمح الله. طيب، كما ذكرنا هيرنيا، volvulus هنتكلم عنهم بالتفصيل إن شاء الله، intussusception و adhesions. طيب، في شيء في غاية الأهمية لازم نعرف، إنه الانتستينال أوبستركشن أو الانسداد المعوي أو الانغلاق المعوي، رغم أنه ينقسم إلى أربع أمراض مختلفة أو أربع اعتراضات ميكانيكية مختلفة في الأمعاء، أو ألا وهي الهيرنيا والفولفيلوس، هيرنيا الفتق أو الفتاق، volvulus الالتواء intussusception الانغلاف أو الانغماد المعوي أو الانغلاف المعوي، وأدهيجنز الالتصاقات. ما هي؟ سنتكلم عنها إن شاء الله، الالتصاقات. طيب، ما أود منكم أن تفهموا في هذه النقطة، إنه بغض النظر عن أنواع الانتستينال أوبستركشن أو الانسداد المعوي،
سواء كانت واحد هيرنيا انسداد intestinal obstruction يعني الانسداد المعوي، سواء كانت واحد هيرنيا فتاق، اثنين volvulus التواء، ثلاثة intussusception انغماد أو انغلاف معوي أو adhesions التصاقات، ستؤدي رغم اختلافهم سبحان الله سوف يؤدي إلى نفس المضاعفات. المضاعفة الأولى سوف يكون هنالك زيادة حادة في ضغط الأمعاء increased intestinal pressure. الخطوة الثانية سوف يحدث اختناق في الأمعاء strangulation، اختناق، وبعدها سوف يحدث إسكيميا أو إقفار، يعني نقص في إمداد الدم أو نقص في التروية الدموية، مما يؤدي إلى incarceration يعني عزلة مميتة أو سجن معوي، مما يؤدي إلى نيكروسيس أو ما يعرف بالنخر، وذلك يؤدي إلى موت الخلية مما يجعلها عرضة إلى العدوى بالبكتيريا، مما يسبب الغرغرينة أو الانفكشوس جانجرين، غرغرينة، وهذا يؤدي إلى بيرفوريشن، انثقاب، والانثقاب يؤدي إلى تسرب الدم والنزيف، هيموريج أو النزيف، مما يؤدي إلى التهاب، انتشار ذرات الدم والمواد النخرة النيكروسيس داخل الغشاء البريتوني، سيؤدي إلى التهاب البريتون أو inflammation of peritoneum أو ما يعرف ب peritonitis، التهاب البريتون. هذا ما سنجد يحدث في كل الأعراض المختلفة. هذه هي المضاعفات الثابتة بغض النظر عن الأنواع المختلفة للانسداد المعوي. طيب نبدأ بالهيرنيا أو الفتق. Hernia is the escape or evasion of an organ or the membrane of the organ through an opening in the wall of the cavity that harbors it. ما يعني إيه؟ يعني الهيرنيا أو الفتق أو الفتاق هي عملية فتق أو عملية تسرب عضو من أعضاء الجسم زي الأمعاء، أو تسرب الغشاء الذي يغطي هذا العضو من مكانه الأساسي عبر فجوة في الحائط الذي يغطي الكافيتي أو الجوف الذي يحمي ذلك العضو. يعني الأمعاء مكانها الأساسي هو جوف البطن the abdominal cavity، ويغطيها حائط البطن the abdominal wall. نسبة لمرض يعاني منه المريض مثل ضعف حائط البطن weakness in abdominal wall، ده قد يكون مرض congenital، مرض خلقي، ولد المريض بضعف في عضلات الحائط البطن abdominal wall، أو قد يكون risk factor مكتسب مثل التخمة أو شيء يجعل من زيادة شديدة في ضغط الأمعاء على الحائط الذي يغطيها، مما يؤدي إلى حدوث انثقاب، وعبر هذا الانثقاب تقوم الأمعاء
الدخول إلى هذه الفجوة. ماذا يحدث الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية يحدث أول شيء كما ذكرنا زيادة الضغط. ضغط شديد جدا عندما تحل عملية الفتاق. لماذا يحدث الضغط؟ لأنه هذه الفجوة ضيقة جدا وتتسبب في اختناق الأمعاء. عندما تختنق الأمعاء تحدث عملية تدمير للأوعية الدموية التي ترسل بالتروية الدموية والإمداد الدموي إلى الأمعاء، مما يجعل الأمعاء عرضة إلى الإقفار أو الإسكيميا. والإسكيميا مشكلة لأن الأمعاء تحتاج إلى الأكسجين وتحتاج إلى المواد الغذائية مثل الجلوكوز، وتحتاج إلى الدم لكي يأتي ويتخلص من ميتابوليك ويست، المخلفات الاستقلابية التي إذا ترسبت وازدادت أو لم يأتي الدم للتخلص منها، ترسبها وزيادة هذه المخلفات قد يتسبب في تلف في خلايا وأنسجة الأمعاء، وهذا هو ما يحدث. وإذا تفاقم الأمر ننتقل من مرحلة استرانجوليشن إلى إسكيميا، ثم إنكارسيريشن، ثم نيكروسيس موت الخلية بالنخر. وعندما تموت هذه الأنسجة في الأمعاء تصبح مكان مناسب لتكاثر البكتيريا والعدوى البكتيرية، مما يؤدي إلى غانغرينوس نيكروسيس أو الغرغرينة، موت النخر عن طريق الغرغرينة، مما يؤدي إلى انثقاب في الأمعاء وانتشار هذه السموم البكتيرية والبكتيريا داخل الغشاء البريتوني وتسرب الدم والنزيف، ما يؤدي إلى مضاعفات قد تكون مميتة. هذه أول قضية الهيرنيا أو الفتاق أو الفتق. القضية الثانية هي الفولفولس أو الالتواء، فولفولس. طيب ماذا يحدث في الفولفولس؟ ما يحدث في الفولفولس هو تحدث عملية التواء. التواء، وفي الالتواء يدور الميزنتيريك وتدور الأمعاء حول محور أكسس. هذا المحور يؤدي إلى اختناق وصعوبة في وصول الدم إلى هذا الجزء من الأمعاء الملتوي، مما يجعلها عرضة للإسكيميا وعرضة للإنكارسيريشن والنيكروسيس والإنفكشن بالغانغرين والبرفوريشن الانثقاب، وفي الآخر يؤدي إلى تسرب الدم ومحتويات الأمعاء، محتويات الأمعاء إلى الغشاء البريتوني، مما يتسبب في التهاب بريتوني. القضية الثالثة هي الانتسسبشن. ما هو الانتسسبشن؟ الانتسسبشن هو الانغلاف أو الانغماد المعوي. وما يحدث أن الجزء القريب في الأمعاء يقوم كالتلسكوب بالدخول في جزء المجاور له، فنجد جزء دخل داخل الجزء الآخر كما يحدث كما تبين أمامنا هنا. جزء من الأمعاء يدخل في الجزء المجاور. طيب ما هي المضاعفات الخطيرة؟ أولا إذا كانت الأمعاء مليئة بالطعام كما يحدث هنا، سوف يكون هنالك عجز في خروج الطعام من مكانه إلى المكان المجاور نسبة للإنغلاف والإنغماد المعوي، مما يسبب congestion، ازدحام، مما يرفع ضغط الأمعاء. ارتفاع ضغط الأمعاء يؤدي إلى استرانجوليشن،
لأنه عندما يدخل جزء من الأمعاء إلى الجزء المجاور، ماذا يحدث للأوعية الدموية التي تنقل الدم إلى الأمعاء؟ تحدث لها عملية اضطراب ميكانيكي، بحيث أنها تضطرب وتتدمر وتضطرب ويحدث لها تلف لأنها دخلت في جزء المجاور. فدخول هذه الأوعية الدموية كما يحدث كما نرى هنا هذه الأوعية الدموية تغذي الأمعاء. عندما يحدث الإنغلاف أو الإنغماد المعوي، هذا يؤدي بصورة مباشرة إلى تلف هذه الأوعية الدموية، ويؤدي أيضا إلى ازدحام الطعام داخل الأمعاء وعجز في مروره إلى الجزء المجاور. وأيضا الجدير بالذكر أن الجزء الذي يدخل اسمه the intersystem، ينتهي بالميم intersystem، أما الجزء المستقبل the recipient part، الجزء الذي يستقبل الانترسيبتم، الجزء الذي يقوم باستقبال the intersystem، اسمه the intersystems على وزن recipient. The recipient part، الجزء المستقبل، اسمه the intersystems. طيب ماذا يحدث هنا؟ يحدث ارتفاع في ضغط الأمعاء، ارتفاع شديد في ضغط الأمعاء. ماذا يحدث بعدما يرتفع ضغط الأمعاء نسبة للتفتل والتكدس والكونجيشن واضطراب الأوعية الدموية؟ هذا يؤدي إلى زيادة في ضغط الأمعاء، ثم يؤدي إلى سترانجوليشن، ثم يؤدي بعد ذلك إلى الإسكيميا، الإقفار أو نقص الإمداد الدموي. لو الدم مهم جدا كما ذكرنا، لأنه يغذي الأمعاء بالأكسجين ويغذيها بالمواد الغذائية المهمة والكهارل والإلكترولايتس، ويغذيها أيضا ويقوم بتطهير الخلايا والأنسجة من مخلفات الاستقلابية ميتابوليك ويست السامة التي قد تكون خطرة جدا، ويقوم بإزالة الرياكتيف أوكسيداتيف سبيشيس، المواد المؤكسدة. ولكن هنا في عملية الإنغماد المعوي أو الإنغلاف المعوي the intersusception، ما يحدث إنه يكون في نخر أو نكروسيس، مما يؤدي إلى عدوى غرغرينية، ويؤدي إلى انثقاب ثم التهاب البريتونيوم. طيب أخيرا وليس آخرا عندنا الأدهيجنز. ما هي الأدهيجنز؟ الأدهيجنز هي الالتصاقات هي تحدث طبيعيا كجزء من عملية الالتئام. يعني لو تعرض إنسان لعملية جراحية، إذا قلنا الأمعاء وتعرض لعملية جراحية، يقوم الجسم بإرسال فايبروبلاست لصنع الألياف أو الفايبروسيس والتليف، healing by fibrosis. ولكن هذه المادة التي تقوم هذه المادة بدأت التليف لها المقدرة كالغراء، الغراء أو الصمغ، تستطيع أن تصمغ جزئين مع بعض، إما أن تصمغ الجزء المصاب من الأمعاء مع جزء مجاور له، وده اسمه intestinal adhesion. intestinal adhesion يعني التصاق معوي، أو تقوم بإلصاق الأمعاء مع the abdomen، مع البطن، مع the abdominal wall، مع حائط أو جدار البطن، ودي اسمها abdominal adhesion. abdominal
adhesion يعني التصاق، التصاق بطني. بغض النظر عن التصاق بطني أو التصاق في الأمعاء، التصاق معوي، ما يحدث هو أنه جزء كان مصاب نسبة لعملية جراحية، واحتاج الجسم لكي في عملية البريان وعملية الهيلينج بإنشاء مواد الفايبرين والفايبروسيس التليف، لكن هذه المواد هي شبيهة بالغراء أو الصمغ، لها المقدرة في أن تلتصق بالمواد المجاورة، فتقوم يا إما بالالتصاق مع جزء مجاور من الأمعاء مما يسبب intestinal adhesion التصاقات معوية، أو تلتصق مع جدار البطن ده abdominal wall مما يسبب abdominal adhesion. وفي الحالتين abdominal adhesion أو intestinal adhesion، الالتصاقات الادهيجن تسبب لنا ظاهرة مهمة جدا اسمها the kink. ما هي الكينك؟ الكينك في غاية الأهمية. الكينك هي شبيهة بالكسرة، يعني الابدومينال الانتستين بعدما تتعرض للالتصاق تصبح فيها كينك أو كسرة. الكسرة دي بسبب الادهيجن، سواء ادهيجن ابدومينال ادهيجن، ادهيجن مع البطن او ادهيجن مع الامعاء، انتستينال ادهيجن، هذه الكينك تصعب مرور الطعام مما يؤدي الى انتستينال اوبستراكشن، انسداد معوي، مما يؤدي الى ارتفاع في ضغط الامعاء، مما يؤدي الى استرانجوليشن، اختناق اغشية وخلايا وانسجة الأمعاء، مما يجعلها عرضة إلى incarceration، مما يجعلها عرضة إلى necrosis إلى الإسكيميا الإقفار أو نقص الإمداد، لأن الأوعية الدموية مع الكينكينج أثناء الكينك أو أثناء الانكسار تؤدي، أثناء الكينكينج تؤدي إلى دمار في الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى نقص إمداد الدم، مما يؤدي إلى نقص في الإمداد الدموي للأمعاء، ونقص في الأكسجين والمواد الغذائية، ونقص عجز في عملية إزالة المخلفات والسموم الاستقلابية، مما يؤدي إلى موت الخلية بالنيكروسيس أو موت ذلك الجزء من الأمعاء بالنخر أو النيكروسيس، مما يجعلها عرضة إلى العدوى الغرغرينية بالبكتيريا، مما يؤدي إلى بعد العدوى الغرغرينية يؤدي إلى perforation أو الانثقاب أو الهيبوريج، بعد ذلك النزيف، بعد النزيف يؤدي إلى التهاب البريتونيوم وهو شيء في غاية الخطورة. طيب، بغض النظر عن كل الأربعة أنواع المختلفة من intestinal obstruction، أربعة أنواع مختلفة من الانسداد المعوي، سواء volvulus التواءات معوية تحدثنا عنها، أو الهيرنيا الفتاق المعوي، أو أيضا adhesions التصاقات معوية، أو intussusception الانغلاف أو الانغماد المعوي عندما يدخل جزء من الأمعاء داخل الجزء المجاور، نجد إنه في النهاية كل الأعراض رغم أنها مختلفة إلى أنه في المضاعفات في النهاية تكاد تكون متشابهة. هذا الميكانيكال obstruction، هذا الانسداد الميكانيكي يؤدي إلى الإقفار، يؤدي إلى ارتفاع ضغط الأمعاء، يؤدي إلى الاختناق، يؤدي إلى الإقفار، يؤدي إلى البرفوريشن الانثقاب، ثم يؤدي أيضا إلى التهاب البريتونيوم. ما أردت أن أتحدث عنه في النهاية هو مرض هيرشسبرونغ،
أو هيرشيز بروم ديزيز. ما هو هيرشيز بروم ديزيز؟ هو أيضا نوع من أنواع intestinal obstruction، نوع من أنواع الانسداد المعوي، ولكنه سبب خلقي congenital أثناء التكوين الجنيني. هنالك نوع خاص من الخلايا اسمه المايونتيريك بلكسس. هذه الخلايا تشارك بصورة فعالة ونشطة ومهمة في عملية البريستولسيس، العملية الطولية، عملية انتقال الطعام داخل الأمعاء عن طريق عملية البريستولسيس. لكن الإنسان المريض بمرض هيرشيز بروم ديزيز وهو مرض خلقي كونجينيتال، ما يحدث أنه عندما يمر الطعام داخل الأمعاء ويصل إلى المنطقة المصابة بمرض هيرشيز بروم ديزيز، تتوقف عملية البيريستولسيس، عملية الحركة الطولية، لأن الخلايا العصبية النيورال كريست التي تشارك بصورة فعالة في عملية البيريستولسيس غير موجودة نسبة لهذا المرض الخلقي هيرشيز بروم ديزيز. فيقوم الجراح بإزالة هذه المنطقة المصابة بمرض هيرشيز بروم ديزيز، ويقوم ببعض الارنجمنتس التي تسمح لمرور الطعام في الأمعاء بصورة سلسة رغم غياب هذه المنطقة المهمة. هذا هو النوع الخامس، هو هيرشيز بروم ديزيز، مرض انسداد الأمعاء. وتذكر أن انسداد الأمعاء هو في الحقيقة مرض انسداد حركة الأمعاء، لأنه لم نجد في أي من هذه الأمراض المختلفة إن هنالك جسم غريب هو يسد مرور هذه الحركة السلسة في الأمعاء، ولكن نجد أنها أشياء تتعرض لها الأمعاء ذات نفسها مما يعطل حركتها ويؤدي إلى مضاعفات كثيرة. فنتمنى أن النقاش يكون هذا النقاش يكون خطوة أولية في عملية فهم دقيق لأمراض intestinal obstruction. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم.